انتقال وتلاقح الثقافات عبر الشعوب ما بيتم بس بالأفكار، الفنون، العادات والتقاليد، وإنما أيضا بيتم عبر الرياضات والهوايات الشبابية. وصلت لنا لعبة البيتونج إلى لبنان وشاركت بهوايات كتير من الشباب، وانضمت للاتحاد لنادي الاتحاد اللبناني بسنة 2016، وشكلت عند بعض الشباب إحدى أبرز الهوايات اللي بيسعوا يوميا أن يلتحقوا فيها. رح يخبرنا أكثر عن هذا الموضوع وكيف تطورت لعبة البيتونج. معنا اليوم رئيس اتحاد هاللعبة سيد فادي عزار، ورئيس اللجنة التأديبية التحكيمية بالاتحاد الأستاذ جورج بجاني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. ميرسي. بدي رحب فيكم اليوم معنا. ميرسي كتير لكم ويعطيكم ألف عافية. بالبداية أستاذ فادي عزار، في كتير أشخاص ما بيعرفوا شو يعني لعبة البيتونج، لهيك نحن اليوم بدنا نعرف المشاهدين شو هي هاللعبة، شو هي قوانينها وشو هي شروطها. نعم، لعبة البيتونج اجت من بلاد برا، من فرنسا. والاتحاد عندنا هون تألف سنة بشهر 11 2016. صار عندنا اتحاد ودخلنا فيه حوالي 11 نادي. نعم. عنا نبلش من الجنوب، في عنا 3 نوادي بالجنوب، نادي أنا. نعم. ونادي حروف ونادي العباسية. أيوة. وعنا صوب لمتين عنطورة، وعنا بفيطرون ناديين، ساتيليتي 1 وساتيليتي 2، وفي عنا ببيت شباب نادي النهضة، ونادي في عنطورة المتن كمان قلناها، بس في نادي بيروت، في نادي صحرا حميد، في نادي تبع قرنة شهوان، نادي قرنة شهوان، وبيرجع في عنا دير القمر، نادي دير القمر، وفي عنا كمان نادي بولد بيروت ونادي نجمة الصحراء سن الفيل. نعم. هيدول ال 11 نادي يلي هلا هن اتحاديه. نعم. قبل ما نعرف ليش هالنوادي بالذات او ليش تمركز هالنوادي بهيدي المناطق، خلينا نعرف اكثر شو هي البيتونج، يعني شو بتعتمد، شو هي، شو قوانينها، كيف بتبلش، كم فريق؟ نحن عندنا هلا نيه باللعبه، بنعمل كل سنه تقريبا حوالي شيء بين العشرة و12 بطوله. نعم. بيستضيف كل نادي بضيعته او ببلده بيستضيف العشر نوادي الباقيين. نعم. والحلو فيها انه الترنوا اللي بينعمل بكون كل الجورني، يعني منبلش مثلا من 9-10 الصبح بينتهي كمان بثمانية تسعة عشية. نعم. كذا ماتش الترنوا، هو كذا ماتش مزبوط، بصير تصفيات، منبلش مثلا حوالي شيء بين الأربعين والخمسين فريق عم نكون، يعني حوالي 150 لاعب تقريبا. لأنه هو الترنوا بكون تريبليات، يعني ثلاثة ضد ثلاثة، هيدي يلي عم نعملها دايما. شو بتعتمد، يعني شو أنا عرفت أنه في شيء اسمه بول. مزبوط، هو بصير المباريات تقريبا 6 بول ضد 6 بول، لأنه كل لاعب معه بولتين. والمباراة 13 يلي بيصير معه عدد النقاط تبعه له 13 نقطة، هذا الفريق اللي بيربح. وبصير تصفيات مثل غير ألعاب ليوصلوا للنهائي، ربع النهائي ونص النهائي والفينال. نعم. أستاذ جورج، تمركزت هيدي اللعبة بمناطق معينة بلبنان، شو سر هاي المناطق مش غيرها؟ يعني ليش دير القمر؟ ليه أنا؟ ليه صور؟ ليه يعني في تمركز حول مناطق معينة؟ شو السبب؟ السبب لأنه هيدي اللعبة خلقت بفرنسا بضيعة اسمها لاسيوتا، هي بسود دو لافرانس، يعني صوب مرسيليا، مش بعيدة عن مرسيليا. في فرنسا لأنه كانت برا ببلاد أفريقيا أخذت هاللعبة لهونيك. وفي عنا لبنانيه كانوا كتير هاجروا بافريقيا وهن وراجعين جابوا هاللعبه معهم،
تعلموا هونيك واجوا عم بيلعبوا بلبنان، وكل واحد بمنطقته. مثلا بآنا في كتير ناس جايين من برا بالعباسية وين ما كان بلبنان، منشان هيك يعني انتشرت بكذا دول بلبنان، وكل ما إلى هلا نحن عم نطورها وعم تتنشر زيادة، يعني صار العالم تتعرف عليها زيادة. يعني لبنان اللي مهاجر لهيدي البلدان هن وين جابوها في هجرة هن جابوها، هن جابوها لسوريا فرنسا صح. يعني وين ما في هجرة لبنانية لبلدان فيها مستعمرة فرنسية تنقلت وتلاقحت هيدي اللعبة. صح 100% صح، هذا على المزبوط هيك صار، وهيك وصلت على لبنان هيدي اللعبة وتطورت برا لبلدان مطرح ما كان فيها فرنسا، مثل تايلاند، مثل وين ما كان، هيك تطورت اللعبة وصارت نلعب وين ما كان. خلينا نحكي عن بما انه اللبناني المتواجد بهيدي المناطق هو اللي حمل هيدي اللعبه، قد ايه ساهمت هيدي اللعبه بتحقيق نوع من الاندماج الاجتماعي بين اللبنانيين؟ يعني بما انه ابن دير القمر وابن سور عم تجمعهم هيدي اللعبه، قد ايه ساهمت بتحقيق هيدي الوحده اذا بدك تقول الجماعيه من كل الاطياف من كل المذاهب من كل الاديان اذا فينا نقول؟ للمزبوط كثير. ليه؟ لانه هيدي اللعبه اول شيء بتنلعب يعني بيتوتيه، بتنلعب اهليه، نحن صرنا كلنا اصحاب وكلنا عائله واحده، كنا بجنوب او بشمال او بالمطن او وين ما كان يكون بلبنان، يعني حاسين حالنا عائله واحده. بس عم نروح لمطرح ما في عندنا لا دين ولا طائفة ولا شيء، هذا الشيء مش داخل عنا بال خط حدود صح الانتماءات صح صح صح. طيب خبرنا أكثر أستاذ جورج، حضرتك ساهمت بمباريات وبتورنوا انترناسيونال، خبرنا عن تجربتك بهذا الموضوع، حضرتك أنت كنت أنت اللي بالواجهة. صح، نحن رحنا على كذا بلدان وعملنا كذا تورنوا بالعالم، رحنا على إسبانيا، رحنا على تايلاند، رحنا كندا. على كندا، رحنا على موناكو، عم نروح وين ما كان على كورسيكا. كورسيكا ربحت أنا تورنوا مش من زمان، وعلى موناكو عملنا نتائج كتير حلوين، يعني طلعنا ويتيام، وصلنا على الويتيام دو فينال بين 252 فريق وكتير قوية، طلعنا قدام كذا بلدان بالعالم. بس نحن هدفنا اكثر شيء بس نروح لبرا انه نبيد صوره لبنان، نعطي اخلاق، نفرج اخلاق حلوه. فينا نقول انه نجحنا يعني مع مساعده الكل، رفعتوا لنا اسمنا عاليا، يعني انتم اسمكم انا عم شوف الصور وعم تستلم اصلا اسمكم عائله انتم، بس جربنا قد ما فينا نهديها على العائله وكثر خير الله. لا منيحة مش عاطلين، يعني انبسطوا فينا الشباب. عم نشوف الصور تجمع النادي. هذا تورنوا بقرنة شهوان، وكان أكبر تورنوا لأنه كان موجود بهيدا التورنوا 58 فريق. يعني كناية صاروا عن حوالي شي 170 180 لاعب. وضلينا لوقت متأخر لخلص لأنه كان في كتير مباريات عم تنلعب. تصفيات. ونحن سنة 2016 عملنا هالاتحاد. وسنة 2019 عملنا تورنوا انترناسيونال بسن الفيل، واستضفنا لاعبين انترناسيونال اجوا من برا. اجا مسيو كلود ازيما اللي هو رئيس الاتحاد العالمي للبيتونك، كانوا موجودين بوقت معنا. قصير صرتوا عم تستقبلوا اشخاص هالقد مهمه بالنادي. كثير كثير مزبوط هالحكي اكزاكتومون، وقد ما عم نقدر قد امكانياتنا عم نجرب نطور للعبه بلبنان ونعطيها حقها. يعني طيب استاذ فادي، اليوم نحن بلبنان عندنا ازمات مثل ما بنعرف اقتصاديه واجتماعيه 100%، وهاللعبه مثل كل شيء بلبنان كمان عم بتواجه تحديات ومعوقات وصعوبات. شو هي الصعوبات اللي عم بتواجهها اليوم لعبه البيتونج؟ هلا نحن انطلقنا بالاتحاد، انطلقنا انطلاقه كانت كتير قويه وكتير كنا عم ننشرها للعبه، يعني كان مزبوط انه الاتحاد كان كتير نشيط وعم بيشتغل بنشاط، يعني بظرف هالخمس سنين هيدي يلي الاتحاد له خمس سنين، هي سادس سنة.
عم بيعطي كتير نتائج حلوة، ومن أبرزها أنه نحن استضفنا بسن الفيل ترنوا انترناسيونال، اجا فيه لعيبة أبطال من فرنسا شاركوا بلبنان، ومن بيناتهم كمان رئيس الاتحاد الدولي جان كلود أزيما. أزيما كان موجود هو وشارك كمان بالبطولة، وهيدي كانت البطولة في حوالي شي 100 فريق كان مشترك به، وكنا عاملين بسن الفيل حوالي 51 ملعب. نعم. لحتى يقدروا الكل بنفس الوقت انهم يلعبوا الخمسين فريق اللي موجود، وهيدي كمان ساعدونا محطات التلفزة كانت عم بتصور وعم بتغطي ونشرت اللعبة بطريقة كتير قوية، وكمان الإذاعات كمان بهالدي بمستهم يعني ونجح معنا كتير الترنوا لدرجة انه يعني هو زمطنا فيه للترنوا قبل جمعتين من بدء الثورة. يعني نحن بتشرين اول تشرين 2019 انعمل هيدا الترنوا، وكان اول ترنوا يعني بكون في ابطال عالم عم بتشارك من فرنسا ومن غير بلدان يعني. حلو. أستاذ جورج، برأيك شو الإضافات اللي بتضيفها هاللعبة من ناحية النفسية الرياضية، إذا بدك من وجهة نظر فيزيولوجية ومن وجهة نظر نفسية كبيتونج، يعني إذا بدنا هيك نرغب الشباب فيها اليوم؟ هلا أول شيء اللعبة منا صعبة، مين ما كان بيقدر يلعبها أكيد، يعني تيوصل لمطرح يلعبها بروفيشنال بده وقت براتيك. بس تيتسلى فيها مين ما كان بيقدر يلعبها، ولد بيقدر يلعبها، مرة بتقدر تلعبها، يعني بيجوا رجال مرة ورجالة وجوزة بيجوا بيلعبوا سوا ومع أولادهم، كتير عالم تنلعب، منشان هيك هي عائلية. لعبة هينة منا صعبة، بس فيها كتير بعدين يعني سيرتان نيفو، يعني فيها تركيز كتير 100%، فيها تركيز، فيها استراتيجي، فيها تكتيك، يعني فيها اكيد مثل كل لعبه بعدين، بس كثير بروفيشنال بيصير غير درجه وغير غير كيف مستوى. ممكن نروج لهيدي اللعبه نحن اليوم اذا بدنا، انتم كيف عم تساهموا انه تنشروا هاللعبة مثل ما انتشرت بفرنسا وتلاقحت او تناقلت بفعل اللي المهاجرين اللبنانيين، انتم اليوم بدوركم بوجودكم بالمنتدى وبالبوزيشن اللي انتم عم تترأسوها، كيف ممكن انتم تساهموا بنشر هيدي اللعبه؟ يعني نحن اول شيء بدنا مساعده مثل ناس مثل حضرتكم هلا مثلا بتساعدونا ننشر هاللعبه، يعني هيدي شيء وسائل الاعلام نوصل للاعلام. بهمنا كمان يعني مثلا فوتها بمدارس، بهمنا نحن بنروح مثلا اوقات على مطارح بنعلمهم، بيكون ما معهم خبره، بنيجي بناخذ بولاتنا بنروح شباب وكذا لعيبه بنروح بنفرجيهم كيف بنلعبها، يعني عم نعمل قد ما فينا، عم نروح اوقات مثلا على ضيعة جديده ما كانت موجوده، في ضيعة كمان عم يرجعوا هن عم بيعملوا ملاعب، لانه شيء هين يعني الملعب ما بده شيء، هي كلها سوا 4 أمتار ب15 متر بتنلعب، في شيء اسمه سيرسو حتى الواحد بياخذ الكوشونيه هي قله صغيره بكبها، والهدف انه يجيب البوله حد القله، يعني منا كثير صعبه اللعبه، وبس يحط واحد بيتونك على الانترنت جوجل. على جوجل بيشوفها كيف تنلعب، يعني تمن طول بتفسيرها، اللعبه هينه بس بالبدايه، وبعدين في ناس مثلا ما بدهم كثير وقت، بيكون هن عندهم هذا الشيء الادريس فيهم دغري يعني بيصيروا لعيبه، في حدا يا بيحبها يا ما بيحبها 100%. صح صح صح، بس بالاجمال بحبوها. يعني نحن للاسف وصلنا لختام حلقتنا لليوم معكم، كثير انبسطنا انه تعرفنا هيك لعبه، ونحن كثير فخورين فيكم، خصوصا انه عم ترفعوا اسم لبنان برا وعم تحققوا نجاحات، ومثل ما عم نشوف مثل ما شفنا كمان بكذا بلد مش بلد واحد، يعني يمكن في كثير اشخاص بيجهلوا اهميه هيدي اللعبه وقديش وصلت لمحلات يمكن بكثير لعب ما وصلت لها. نحن بنشد على ايدكم، لكم يعطيكم الف عافيه،
وان شاء الله يعني بنكون لنا اطلالات واستضافات لكم مطوله عن اعمالكم الجديده وسفراتكم الجديده. En tout cas, نحن on remercie beaucoup Télé Lumière, نشكركم كثير بال انه استضفتونا. استضفتونا هون سوري على العربي. هذا بفضل التلاقح الثقافي الفرنسي. لا ولفت انه كلكم بتحكوا فرنسيا يعني عن بانيين هي لانه سي ان جو فرنسي يعني خلقت بفرنسا منشان هيك انا لابيتود انا خلقين برا وعايش برا من يعني انا جيت على لبنان تعلمت اللعبه كان عمري 10 سنين وجيت على لبنان هون كان اول شيء تسليه هيك رجعنا فتنا فيها. ان توكا نحن بنشكركم كثير ميرسي لتيلي لوميير وميرسي لك داليا سي تري جونتي افو انه استقبلتونا وان شاء الله من وراكم تنتشر زياده هاللعبه بلبنان. داليا ميرسي كثير لكم. بس في شغله بس بعد بدي اضيفها هي كثير مهمه انه هي هيدي اللعبه لعبه سهله ما بدها مجهود كثير وبيقدروا يلعبوا فيها من سن 8 سنين 9 سنين لسن 70 80 سنه. السبب انه اللعبه ما بدها كثير قوه وما بدها فورس يعني بدها قوه فيزيولوجيه. ايه بقى مشان هيك بيقدروا يتبارزوا مع بعضهم وضد بعضهم رجال ونساء وكبار وصغار ومشان هيك اللعبه سهله منا كثير صعبه وما بدها مجهود. نعم ميرسي. وبالنهايه بنقول لكم ميرسي كثير لكم لانه عم تفتحوا مجال للرياضه ولهاللعبه التشير. ميرسي كثير لكم مشاهدينا. بريك صغير وبنرجع بنكون معكم.